تخونيني ومحميه أعز إنسان عندي. تعود من إبليس يا صالح، الشيطان ما مات. مات ولا ما مات وخر عني. أنا حامل. من منو؟ من أيها السيدات والسادة، نعتذر عن انقطاع برامجنا لنقل هذا الخبر العاجل. قام 3 ملثمين باختطاف حافلة ركاب مدنية، وحتى حين بث هذا الخبر لم يتبين سبب الخطف، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الخطف. ماذا؟ صحيح؟ إخوتي الأعزاء، لقد تمكن أحد مراسلينا بالتقاط صور حية من حادثة الخطف. مش عايز حد يتحرك ولا حركة منك له. آه زياد اترزع ولي. ما سمعتش قالك ولا حركة ولا نفس. ما نبغى نفس. حد بتنفس هنا؟ حد بتنفس؟ يا بويا هذا أجنبي ما يفهم عربي. ستي داون يا بويا، ستي داون. وي آر تيرورس تيرورس. إيش إرهاب؟ مسدس قنبلة بوم بوم على دماغ اللي خلفوك. رد نفسك يا ياد. والله هذه خوش فكرة يا أبو عمارة. أبو مين؟ أنت هبلك؟ قلت اسمي ليه؟ مش احنا حاطين الزفت ده عشان وششنا؟ عشان ما حدش يعرفنا؟ انت عبيط ولا شكلك كده؟ وادي البتاع اهو اهو. وانت شيل البتاع يا ياد، انت فاكر نفسك ما حدش هيعرفك؟ اهو كل الناس عارفك من مناخيرك. الله يخرب بيتك، دي عامله زي رجل اليمين. جرحتني جرحتني يا ابو عماره. جرحتك مين والناس نايمين يا ياد؟ اللي احنا بنعمل ايه هنا بالظبط يعني؟ مش هادي خطتك نخطف الاتوبيس يا اهبل يا اهبل؟ اه صح افتكرت. مش عايز حركة، محدش يتحرك، اقعدوا كلكم انت رهائن. اي والله قميضة. يبا يبا لا تغير، اصبر خلنا نسمع الاغنية. الله يعافيكم يا ابو قتادة وابو نبيل، صج ونستونا. هاو يما، وام قتادة وام نبيل حالهم حال الريايل ولا نسيتيهم بعد؟ انا مو كاسر خاطري الا هالفقير فيروزه، ما حد اعطي وي خالي. شوفوا عاد كلهم بصوب وابو عمارة بروحه بصوب. بس قوموا يا عيالي بسكم، عاد شفتوا ابو قتادة واستانستوا، ويلا الحين كملوا واجباتكم وحطوا روسكم وناموا. إن شاء الله نبي ديرتنا الأصيلة بالعالم. الله يغربلك يا أبو عبارة. ماتيوز من الإرهاب. أنت وزير فاسد وأنا ممثل الشعب وأنا ضمير الأمة، واليوم ضمير الأمة يحاسبك. وين الصفقة؟ وين الجمهور قلت بتجيبهم؟ عايزت فيهم، أقول لهم عندنا استجواب عندنا استجواب، ولا فات فيهم. بس أنا لما استجوب الناس كانوا يترسون الصارع، إيش ليهم الحين؟ وينهم عيو؟ يقولون اشبعوا من الغلقة، يبون الوناسة. شلون يعني شون؟ شون شابون أسوي عشان ينصفقون لي؟ شون؟ يا سو لهم شيء يونس، مو كل استجوابات استجوابات. يعني شون أحط لهم فرارات بالمجلس؟ مثل شون يعني؟ بدل لا تسب امدح مثلا. ليش ما امدح؟ انا كل امدح روحي، انا النائب الشريف، انا النائب النزيه، انا ضمير الامة. اوكي كذي تمام. لا 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 تمدح تكفى، خلاص بس خلاص. انزين شايك تقول نكتة؟ ها اي اسمع هذه. مرة نائب اصلاحي راح يشتري بيض، لقى البيض فاسد كان استجوبه. اوكي اسمع هذه احلى، هذه احلى. مرة كان في واحد ضمير امة زرع طماط كان يطلع فاسد، كان يطرح في ثقة. فهمت؟ البيض يستجبونه والطماط يطرحون في ثقة. قوية صح؟ انت لازم تشوف البعد السياسي. انا بس اجوبك انت. بس 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 تكفى، بس بس عد بس عد. والله لو يسمعون ناخبينك النكت ما راح تشم منهم ولا صوت. انزين ايش تبيني اسوي؟ انا ما اقدر اعيش اذا الناس ما تيني وتصفق لي وارفع لهم عقالي. علمني ايش اسوي؟ اطمر حياي؟ العب سلاحة؟ حليمة، حاول تسوي فوازير مثل حليمة. ايش فيها حليمة شعرات؟ شنو؟ حليمة؟ يعني انت يا حكومة لازم تسمعون كلامنا. انت يا وزير ويا هالوي
لك محمد لويس. واي ابي امي، ابي ابوي، ابي برغي، ابي دلاغ. شبح هدا هدا هذا يو ار ان مجلس نات مارينا مو مي سوري مي سوري يا حضرة الرئيس، مي سوري، هذا سوري كله بونا مي سوري. بليز بليز وبعدين تعالوا غيروا الخشبة كسرتها. انا عندي اقتراح جاي من الاخوة الاعضاء يطلب قفل باب النقاش حتى يتمكن السادة الاعضاء من العودة الى منازلهم لمشاهدة برنامج بقتادة وبو نبيل الفكاهي. موافقين؟ اخ من بقتادة وبو نبيل هذول ما حد خرب علي الا هما، بس وين وين يروحون مني؟ راح نشوف من راح يغلب بالنهاية، وناستكم وضحككم ولا استجواباتي وضيقة الخلق. هين هين اذا ما شبيت عليكم بالمنتديات انا اقول عقب عليه وراح استجوبني استجوبني. يا ابو قتادي يا ابو قتادي، كم مرة اقول لك لا تنفس على المعجبين يا يباي، ايش فيك انت؟ خلي ولون زين، هم ضحكهم وهم مناشبين بعمري، كل زعطوطة صغير ييني. عمي ابو قتادي، عمي ابو قتادي، ابي صور وياك. تكفى لا، والثاني هيني بعد يقول لي عمي ابو قتادي ابي توقيعي. الواحد ما يرتاح بطلعته يعني، بعد ما تقول لي انا ايش خابض من وراهم. بالله والله يا ابو قتادة امبارح جاني واحد من المعجبين، انما ايه جدع والله، بيقول ايه، بيقول اني شبه الواد اللمبي، مع ان انا شايف ان الواد اللمبي ما بيتكلمش زي اللمبي. بيقول لك ما يا مسا الناس الحلوه الكويسه، صبح صبح يا عم الحاج. لا يا ابو عماري، انت اقرب مالي كركر مو اللمبي. لحظه في واحده بعد بتطلع. ايه بس خلاص خوالي خوالي، انتوا قاعدين هنا تضحكون وتغشمرون وليه ما نستانس يا فيروزوه؟ بلاكم ما تدرون ايش يكتبون عنكم منتديات الانترنت خوالي. ايش قايلين بعد؟ عسى مو قايلين ان احنا قوى الفساد؟ لا وانت الصاد مسمينكم قوى الوناسه والضحك يا اخو قلبي. هلا هلا وهم صادقين، حنا هنضحك الناس ونونسهم. بس يا ولد عمي وهم يقولون ان الناس من كثر ما يضحكون قاموا ما يروحون لدوات الانتخابية ولا يسوون مظاهرات ولا اعتصامات، وحتى الاستجوابات اللي كانت تقلب الدنيا الحين ما حد درى عليها خالي. يا ولد مين الاستجوابات والمظاهرات والندوات؟ ما وراهم الا ضيقة الخلق والغلقة. بتصدق بالله يا ابو مشعل؟ ألف لا إله إلا الله يا أبو عمارة، ده أنا بموت في الندوات الانتخابية. عيست عيست وأنا فهمك يا أبو عمارة، أنت مصري أنت مصري، والمصريين ما يصوتوا شي. عاد لو المصريين يصوتوا شي كان خيطان ما طلع إلا مصريين. خيطان مين والناس نايمين؟ أنا بحب ندوات الضحية، النزهة، دول ناس اخر شياكة وهاي كلاس وبيجيبوا تيراميسو في الندوات. قردنا يوم عرفت التيراميسو يا ابو عمارة. خوالي الحين قولون ايش تبسوون؟ ما احنا مسوين شيء، خلي يقولون اللي يقولون. اين احنا ما سوينا شيء غلط، ولا تبوك ولا تخاف. شوف ولد عمي في هالديرة اللي صوته اعلى الناس تصدقه. ما علينا منهم يا فيروزوه، الحقران يقطع المصران. ترى يقولون ان احنا من كثر ما نضحك الناس الناس صاروا سطحيين ولا مبالين خالي. سطحيين ولا مبالين؟ يا ولد انت ما تسمع النصايح والعبر اللي اقولها في كل حلقه؟ احنا اصلا في كل حلقه كنا نعالج مشكله الارهاب والقبليه والمرور والاصلاح والصحه والتجنيس والدروس الخصوصيه. واحلى حلقة سويناها حلقة الكرة. هيدو هيدو لافلي كامل. عدل خالي عدل، بس الحكي لازم نقوله ونتعمهم ولازم نرد عليهم. خلهم يولون زين، كل ما طلع لنا واحد ما يسوى بيزي وحط له موقع يسب فيه خلقاي ويقل أدبي تبين الرد عليه؟ ابك والله لو بنرد على كل واحد ما نخلص. اصلا لو هم ريايل كان حطوا اساميهم الصجيه بدل اسامي مستعاره. خالي عسى ما شر حلامك، انتوا ما تدرون صار بالاستجواب اليوم. ايش صار يعني؟ يقول لك ما ياهم جمهور ولا حتى قطو خالي،
المجلس يصفر، ولا حد صفق لهم ولا حد قطع قاله ولا شالوهم على ستوفهم. بعد الناس لاعت تشبودها من الاستجوابات، ليش مستغربين؟ لا بس متحلفين فينا، يقولون كله من احنا. حنا راحت الجنسية يا ولي ولا حنا شكوا لا يبلشونا. يقولون ان احنا اعداء الديمقراطية خالي. احنا اي شكوا، يقولون اسأل للديمقراطية وشوهنا صورتها. انا مالي شغل. شوف ما حد اساء حق الديمقراطية الا النواب والوزراء. انا مالي شغل. والحين مو بالديمقراطية، يعني انه كل واحد حر ويقول اللي يبي. انا مالي شغل. عدل بمشعل، عدل حبيبي، الديمقراطية لازم يتقبلون النقد بصدر رحب باباتي. المهم اخو قلبي، انا مالي شغل، متحلفين فينا بجلسة باكر. ما عليك، الحكومة الله يعز الحكومة بتفزع لنا وتوقفهم عند حدهم. الحكومة؟ انا مالي شغل. الحكومة خدمك عمرها خالي. لا انا مرضى على الحكومة يا ولد، تكفون الجنسية لا تروح، انا مرضى على الحكومة. اقول الوعد بالجلسة باكر. انا مالي شغل خالي. بسم الله، نفتتح الجلسة، نشوف جدول الأعمال. عندنا قانون الجامعات الجديدة صار لأربع سنين متعطل كأبريك، وقانون الشركات اللي صار لست سنين على جدول الأعمال، والميزانية العامة مالت قبل ثلاث سنين للحين ما قريناها. لحظة يا حضرة الرئيس، لحظة، شنو قوانين وميزانيات وكلام فاضي؟ أنا عندي استجواب قدمتها اليوم الصبح. استجواب بعد؟ ومنو المقرود اللي بتستجوبه اليوم يا حضرة النائب معبوش؟ وزير إيه وزير النفط. يلا وزير النفط. أي وزير نفط؟ أنت أمس استجوبت وزير النفط وقدم استقالته في قير. إيه بس أنا ما قلت كل اللي عندي. الرجال استقال. عين وزير الصحة. الأخ معبوش، أنت استهبل؟ الأسبوع اللي طاف أنت مستجوبة ويانا أنت واستقال المسكين، والحين بتلشوا فيه أهله وقطوه بمستشفى الطب النفسي. وزير المالية ما يحافظ على مال الدولة. يا صار له ثلاث أشهر من استجوبته واستقال وطس من الديرة، راح أمان حط له بسطة يبيع فيها سويكة، وللحين ما حطه وزير مكانه. خير من استجوب، ما تقول لي يا الحكومة ما بقى فيها إلا ثلاث وزراء معود، بس استجوابات تكفى، خلي نخلص جدول الأعمال. حرام اللي قاعد تسوونه والله. أهو كيفي، أنا ممثل الشعب، أنا يهتني بصوات الشعب الأبي. 10,000 كويتي صوتوا لي عشان أقول رأيهم، ما عشان أتسكتني أنت. أهو كيفي. نقطة نظام الأخ الرئيس، نقطة نظام. اتفضل يا معالي الوزير، الله يستر. الحكومة ترى أن الاستجواب حق كفله الدستور. الأخ الرئيس خلي النائب يسوي اللي يبي، ما يصير تمنعه، ومثل ما قال هو ممثل الشعب. الشرها مو عليكم والله، الشرها على اللي يدافع عنكم. أنا آسف الأخ النائب معبوش. إي هالوزير هذا بس أجوبة. عندك إياه. إيه بديش دايته. أنا عندي اقتراح مقدم من 10 نواب، يقولون لازم ننفي بوقتادة ونبيل برا الكويت. من صدقكم حاطين دبكم دب هالمساكين؟ الأخ الرئيس بصفتي أحد مقدمين الاقتراح، وأنا أقول إن إحنا بالكويت تجربتنا الديمقراطية رائدة ومحل إعجاب كل الشعوب في الدول المجاورة، فشلون نسمح حق اليهال بوقتادة وبنبيل وربعهم يعيبون على تجربتنا الديمقراطية؟ أنا بسأل هذا اللي اسمه بوقتادة، أنت كويتي أنت؟ أنت عندك وطنية؟ الأخ الرئيس أعتقد الصورة صارت واضحة. شكرا أبو مصلح. النائب أبو أسامة تفضل. الأخ الرئيس شان زين بوقتادة وبنبيل وقفوا عند هذا الحد؟ هذا اللي قاعدين يصورون الكويت وكأنها بورة فساد؟ شووا سمعتنا؟ شنو يعني نائب أخذ له مشروع ولا مشروعين؟ انقلبت الدنيا يعني؟ أقوم أشوه سمعة الكويت قدام الناس برا؟ حكي فاضي سيد الرئيس. بس ما يصير، الدستور ما يسمح لنا في الكويتيين خارج ديرتهم. إيه نسحب دراسيهم ونشوتهم برا، شو المشكلة؟ إحنا ممثلين الشعب، نسوي اللي نبي. بل ما يسمح الدستور تسحب جنسية أحد. لا تفرغ الدستور من محتواه، المجلس سيد قراراته، لا تقول الدستور. لا وين الكلام يوم الا الدستور ما حق الحكومة تجاوز الدستور. احنا ضمير الشعب، كيفنا يا اخي كيفنا؟ يا حكومة ايش فيكم ساكتين رافين باللي قاعد ينقال؟ الاخ الرئيس احنا راضين بكل شيء يقولون الاخوة النواب، هم يفصلون واحنا نلبس، وعلى ما قال المجلس سيد قراراته. لا والله خوش حكومة انت، وانش حقها على قلبي. يلا تصويت على اقتراح نفي بقتادة ابو نبيل من الكويت، الموافق يرفع ريله، قصدي ايده. انت ارفع ايدك. انت ممثل الشعب، لازم تدافع عن مكتسبات الشعب، وانت يا وزير ارفع ايدك. يلا وقف بالزاوية،
أقول ارفع يدك لا استجوبك. يلا يلا الله استجوبك عقال. وين وافق المجلس بالإجماع على نفي بقتادة وبو نبيل وربعهم ويحال القرار إلى الجهات المختصة. بالدور يا شباب بالدور، ما راح اطير. الطير هو 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 شي طيرك لو يركبون لك انحان طياره جنبه ما طيرت. يا حلوتي يا ام نابولي، يا حلوتي انت. يبا يما عاد كل شيء ولا المعجبين، لازم نسوي لهم كل اللي يبونه. واي شنو هذا؟ قلنا معجبين بس عاد مو كذي. تبي رقمي؟ هاك هاك يلا ما يخالف. متى تدق علي؟ أنا بن أمين أريد أقلع لي القلم بنفسجي. يا قالي والطلب هامباي، نابولي حبيبي عنده أقلام بنفسجية. نابولي نابولي حبيبي وينك باباتي؟ انزين انزين ايش فيكم مستعيلين؟ كلكم بوقع لكم باباتي. واحد واحد يا حلوين، واحد واحد. وين راح ابو نبيل؟ ام نبيل ام نبيل وين راح رايلك؟ اه منهم ما يوزون، اكيد يبي يلعب لبيده ولا حي الميت. ابو نبيل يا ابو نبيل اطلع اطلع اقول لك. جيتك يا ابو نبيل، ان ما خليتك تصير ادمي فشيتنا. يعني يعني يا اخي والله يعني. اي والله نبي طباخ بقتاده الزين. يا ابويا احنا تغدينا الساعة 2 ولسه الساعة 4، لهقت الجوع يا مفاجيع. امين والناس نايمين. ايه يا ابو مصعب، واحنا اللي اكلنا ده بتسمى غدا يروح امك؟ ده اكل عيال. اكلت البيج ماك كله يا ابو عمارة وما تركت حاجة للبذورة يا شيخ، ما ينفع كده مرة. ولا مؤاخذة البيج ماك لما تحطه مع الفرنش فرايز وتدفشه في الميلك شيك ما تقدرش توقف بعد كده. يا الهي هذا بستوك منو حاطه هنا؟ فتشه يا ابو قتاده، شوف ايش فيه. اشوف الله لبن عز الطلب يا ابو عماره. شوف شوف قنبله يدويه. الله عز الطلب. ايه ده ترمسو؟ يا سلام ده أحلى ترمسو كلته في حياتي. يا شنكوف أنا لازم أعمل فيها عملية إرهابية مرة مرة مرة. الله عصيدة بازوكا وشاري بالشطة قنبلة عنقودية. أكل وسلاح عز الطلب. أوه شنو هذا؟ كيك التمر سندات إسلامية كاتيوشا عشان نضرب فيها عدو الله. يا سلام كبسة باللبن يا عيني يا أيام جدة يا عيني. إلهي ما هذا؟ يا نهار أزرق في بامبي. إيش هذا يا شيخ؟ ما ينفع كده مرة يا أبويا، إيش هذا الكلام؟ عرفوا لنا الملاعيني والله سووها، يدرون فينا نحب الأكل والسلاح ويناهم نركض مالت علينا. لا 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 انتو مين؟ عايزين منا ايه؟ الموساد اكيد الموساد، هذه هي سوالفهم. يا ولدي يا ولدي كم مرة هقول لك ما يقولون ها؟ قل الو 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 الله بخير يبا. هلا والله. اقول مو هذا بيت ابو مشعل؟ هذا بيت ابو مشعل وانا ولده. انت من انت؟ من ابوك ومن اي قبيله؟ صبرك علينا يبا. يا انا دا قبل لكم خبر يسوى ذهب. يا ضيلتي ضيلته، هذا منو في تلفونه؟ ها ها لحظه لحظه يمه خليني هات الرجال. اشوف عطني السماعه. ها الو هبك الو ابو مشعل. اي نعم من معي؟ شوف ابو مشعل انا ريال جايب لك فلوس لا عندك، ايش رايك؟ فلوس كان زين بس شلون الدنيا ما فيها شيء ببلاش. لا تشوفني كذي بدوي فقير تبي تقص علي. لا وين اقص عليك؟ انا جاي بعطيك قرض وراس امك
يا معود حبيدك المصاريف زايدة خشمك يا ولد خشمك. شنو 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 بو مشعل شنو راس امك بيعطونا قرض يا مشعل بيعطونا قرض يا بو مشعل قرض ما يبي حبيبي حبيبي تعال تعال حبيبي انت معاش مال بو مشعل خلاص كله عند بنك ماكو معاش ماكو قرض خدا حافظ اوريفوار بالفرنسي. لحظة 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 يعني خلاص ما انت معطينا انت تحب القروض ولا ما تحبها؟ احب القروض واحب ابو رمية اي لاف يو انا اعطيك بس معاشي كله محجوز عليه في البنك. معاشك معاش امك معاش امتك كله في بنك. ما هي مشكلة احنا نسلفك والضمان معاش ولدك مش علم يتخرج يشتغل اذا اشتغل. يا مشاعل تبي قرض على معاشك لما تتخرج؟ لا 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 مش قال حبيبتي قروز يصير مديونيات صعبة ومديونيات صعبة وايد صعبة صعبة يعني مثل الانجليزي اجيب دويحة. يا مشعل انت ما تحب القروض؟ الا احبها ونص الرجال اللي ما عليه قروض ما هو برجال هيبة. ياو اشهد انك ولا دبوك. خلاص موافقين كم بتعطونا؟ طشت قصدي درج الولد الولد شناو يشتغل؟ يا ابوك انت وش ناوي تشتغل؟ انا ابي اصير بالهجانه. يقول بالهجانه بالهجانه يعني ركض بعارين معاش 300 دينار يعني يطلع لي 10000 دينار بس. ولو قلنا هي بيصير طبيب هذا ابو مشعل يجيب ثلاثه دويحه شلون يصير طبيبه؟ لا 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 طبيب 3000 دينار مع الكادر 5000 دينار التخصص 7000 دينار وبدل مصفط وبدل بجارة وبدل إبرة يعني يطلع لك نص مليون دينار. نص مليون يا ويلتي ويلتا موافقي موافقي موافقي. وين اروح؟ اي بنك اي بنك؟ لا 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 احنا مو بنك مو بنك. اجل انتم مينو مالو مالو انتم مالو؟ احنا الجهات المختصة. ما تشوفني متلثم؟ انت مو قاعد تشوفني صح؟ الجهات المختصة؟ والله اني اول مرة اسمع فيكم. انزين انتم وين عشان اجيكم انا ومشعل؟ انا بعد ابي اشوف نص مليون تومان. دينار دينار يا مشعل مهب تومان. لا يبا لا تجينا احنا نيك ناخذك ونيبك نيلة مقرنا اوكي؟ انا اشهد انك فرز قلاص. والله انك فرز قلاص. اسمع ربع ساعة احنا عندك انا مهني. هذا منو؟ يها صار عندنا فلوس والكل يبينا. يا ابوك قم افتح الباب هذا اكيد الجهات المختصة. الجهات المختصة؟ انا ما سويت شيء والله ما كسرت جنب سيارة الناظر ولا حركت المقصف ولا طقيت ولد ابو عبد الله والله والله. يا ابوك الجهات المختصة هم اللي بيعطونك القرض. قم افتح الباب قم. ها هم اللي بيعطوني القرض؟ والله انك ما خرجت خبطت نفسي في اسراري. مساك الله بالخير طال عمرك. احنا الجهات المختصة طال عمرك تفضل معانا عشان نعطيك القرض طال عمرك. يبا الرجال يقولي طال عمرك. اي 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 لازم التعود يا ولدي. انت الحين صار عندك نص مليون يعني انت نص مليونير. وعليا نص مليونير مش الحبيبتي طاح نصك. يا يما وش الهرج هذا؟ بو مشعل طال عمرك. ها منو منو طال عمرك هذا؟ ها ام مشعل طال عمرك. خشمك حبيبتي مشعل طال عمرك. يا بعد خشمي والله. تفضلوا معنا عشان تستلمون الفلوس تفضلوا. ما ادري والله بس شني مو بحاجة الفلوس. والله الفلوس 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 الله. مش نروح مقر الجهات المختصة قدامي. يا ولد لا احنا يا كويتيين طيحن حظنا كذا. افا من اللي طيح حظك يا ولد؟ وش اللي قاصرك يا ولد؟ في قطر معاشاتهم احسن منا يعطونهم اكتتابات يوزعون عليهم اراضي وفي الكويت ما من شيء. هالجخور اللي انت قاعد فيه وعلى تلبناء وقرض البيت يا ولد بقطر يعطونهم 50000 ريال راتب حق اللي بالجيش وبيت حكومة ولا تنطر دور وسافره لندن كل سنة ببلاش وثلاث خدمات وصبي وطباخ كلهم على حساب الدولة وكل سنة زيادة راتب 50%. أقول أحمد الله عن نعمة ترى حنا بخير.
علامك تضحك يا ولد. تكسر ولا الخاطر يا الكويتي. يا الكويتيين وانت من كويتي يعني؟ ذا قبل الحين خشينا الجنسيه الكويتيه وطلعنا القطريه. الله يعز جدوحة الخير. هي لعبه عبالك. تكفى يا ابو نزاع، هبه تابعيه قطريه. يا ولد اسمها الجنسيه قطريه ما هي بتابعيه، لا تفضحنا. ايه ابا جنسيه قطريه. وراك ما طلعت ذيك السنه مع عيال عمك يوم يطلعوا. يا اخوي ما حق على الكويت يصير فيها كذي. لا تخاف، انا اتوسط لك واطلع لك جنسيه قطريه. والكويتيه تروح علي اخبات يزيدون المعاشات بالكويت. لا تخاف يا كثر اللي عندهم جنازه ثانيه، فيه نواب عندهم جنازه ثانيه وخاشينها. رد عليك انت، وبعدين خليجنا واحد وشعبنا واحد. هقا هاي ما يصير يا ولد، واخر الكويت عليكم ما يبين بعينكم. يا ابو فلاح الكويت صارت زحمه، لازم نطلع وخفف على الناس. وش الازعاج هذا؟ تلقى جيرانا نسوي لهم حفله اسمها سمره سمره، حفله الجواخير، ترى فيها اللي خبري خبرك يا ابو طيحان. اشهد اني احب اللي خبري خبرك. اجل وش نطرين يا ولد، قوموا قوموا هيا بنا نمرح. ايش فيكم؟ ينوت يا جزيره بيض الصحو ينوت. لا يا وليدي لا تنطر، ما راح يطلعون. ما راح يطلعون؟ ليش يبا ليش؟ يما ابو قتادة وابو نبيل طردوهم برا الكويت. ليش مسوين؟ يبا ابو قتادة وابو نبيل طلعوا مو خوش ناس، يبون يخربون الكويت ويبون الاطفال الحلوين مثلك يهدون دراستهم. احنا لازم ما نحب ابو قتادة وابو نبيل. بس يبا انت كنت تحبهم، كنت كله طالعهم وياي. هذا قبل يا ولدي، هذا قبل. لا يبا لا، ابو قتادة وابو نبيل حلوين وانا احبهم. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا يا هلا، تفضل يا مهدلي يا صبي. سام عمي يب شاي حق عمك هنا، يلا حياك حياك يا الغريب ودي. شكرا شكرا. انا اخوك بو مجرن، اكبر تاجر في جزيرة بيض الصعو، بس انا اول مرة اشوفك هنا. ها انت من وين؟ انا من الكويت طال عمرك، تاجر كبير واسمي بونابيل. بونابيل؟ الله يقطع سوالفك على هالاسم. يعني ناقد؟ إلا ما قلت لي يا أبو مجرم. قصدي أبو مجرم، إيش رأيك فيني وأنا ضغطك؟ كفاك بط 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 كاتشب. إيش التاجر فيه أنت؟ كل شيء يا أبو نابيل كل شيء، أورد شندل وباسشيل من جزيرة بيض الحمام، وأصدر لهم التمر الزين الزين الزين، ها مو أي شيء مال جزيرتنا. عندي 120 بوم، وهم عندي سلمك الله هم هرب ذهب، السر عندك بالأمان، لا تقول حق أحد. اي مو عيب، كل التجار عندنا اي بالكويت كانوا يهربون ذهب، والحين صاروا مليارديري. اي مربح زين وانا اخوك، الا ما قلت لي ايش جايبك جزيرتنا، اكيد عندك تجارة. وذي السر عندك بالأمان، عندي مركب عود 4 طوابق. الله 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 الله، 4 طوابق مرة واحدة؟ قصر حسك عن خيرك، وبعدين اذكر ربك. ايش فيك انت؟ ما شاء الله ما شاء الله، شو محمل فيه؟ محمل فيه كل خير، الحرير والبهارات والجواهر والشندل والباسشين والتمر والميوة والعيش والشاي والقهوة. آي وكتكات وفراولة وحفاضات وقواملك وسكربين وفنايل وبفق وفازلين وبراقع وسفايف وبتركي والعب أتاري وشامبو ضد القشرة. خير يا أبو مجرم خير. ما شاء الله ما شاء الله. متى يوصل هالمركب؟ بعد 3 أشهر إن شاء الله. قلت أي ألقالي تاجر من تجار جزيرة بيض الصعو يصرف لي بضاعتي. بس 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 وصلت خير. شوف عاد ما حد يقدر يصرف بضاعتك غيري أنا وأنا أخوك. والله ما أدري تلقى فيك شدي. أنا بمجري نفع عليك يا الدفع مقدم. إيش قلت؟ بس أنا سعري قالي من الربية ليلك
قول احج. اني ابي لكين. ها لكين يا ابو نبيل؟ لكين ولا غيرهم، انا قايل لك ما فيك شدين. اذا انا ما فيني شده، من اللي في شده بالله؟ بس شكلك ما تقدر على هالمبلغ. قوم ويا يلا، قوم قوم الدكان خلنا اعطيك بيزاتك. قوم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. استغفر الله وأتوب إليك يا رب. لا استغفر الله سبحان الله ولا استغفر الله سبحان المجتبر. أقول حجة، أنتم منين جايين؟ احنا من الكويت. كويت؟ ما سمعنا. لا حزب الأمة ولا هي بعيدة. شوف يا ولدي، انا علمك هذا المسجد منين جايين؟ احنا من الكويت. كويت؟ ما سمعنا عنها، اكيد بعيدة هذه. هي بعيدة. شوف يا ولدي، انا علمك هذا المسجد اعتبره مثل بيتكم، اذا ما لقيتوا مكان. كويت؟ ما سمعنا عنها، اكيد بعيدة هذه. هي بعيدة. شوف يا ولدي، انا علمك هذا المسجد اعتبره مثل بيتكم، اذا ما لقيتوا مكان تنامون فيه تعالوا ناموا هني، هذا بيت الله. الا اقول مله. امر يا ولدي. ما عندكم انشطه اجتماعيه وسياسيه بهالمسجد؟ انشطه مثل شنو يعني؟ تجمعون ليهال صغار وتسوون لهم تجمعات وتطلعون بيانات تنتقدون فيها الحكومه. يا ولدي احنا بديرتنا ما عندنا كذي، احنا كلنا اخوان واهل وماكو فرق بيننا. ايش بك يا مله؟ انت بيدك تبقى حاكم الجزيرة هذه كلها مرة. انا؟ اوه انت عندك الدين اهم حاجة في الجزيرة دي كلها. اي نعم يا مولا، احنا ممكن نساعدك ونسوي لك تجمع ناصر ولا استوى ونسميه تجمع المولا سالمي. تجمع حق شنو؟ ينفذون اوامرك ويدينون لك بالامر والطاعة، واللي ما يسمعش الكلام نديله بالجزمة على دماغه. يا جماعة انا ريال فقير على قدي، اللي بنى هالمسجد الله يرحمه وكلني ادير بالي عليه، واهل الفريج يجيبون لعيالهم كل يوم علشان اعلمهم يقرون ويكتبون واحفظهم القران. انا ويني وين هالسوالف؟ العيال والبذور اللي بتدرسهم هم دول اول خطوه. العيال ايش فيهم؟ لازم يكونون اول اعضاء بالتجمع. ها يلا حيهم، يلا حيهم، حي الله ضيوفنا. مير الله يحييك يا شيخ قلاص. غليس يا ولد، ما هو بقلاص، فشلتنا يا المخنز. شوفوا عاد، عندنا في قبيلتنا الضيف لما يجينا لازم نضيفه 3 أيام كل يوم نذبح له، يعني راح تطفحون مفاطيح. أصيل والله انك أصيل يا شيخ غليس، والله انك أصيل. خشمك خشمك. قهوة 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 قهوة. هذه قهوتك يا شيخ غليس، ما احنا شاربينها. لا وبعد بردها لك. الله يشويك حرقتني. اسمح لنا يا شيخ غليس، ترى الولد ما يفهم. والله لو منكم ضيوف عندنا تمطيت في بطونكم. لا تزعل يا شيخ غليس، انا مو قصدي ازعلك، بس انا بي منك طلب، واذا قصيت لنا اياه بنشرب قهوتك. تعال تعال، قضيت فشلتنا، قضيت يا ولد، ما هي بقصيت. بالنص مكتوب قصيت، الله يغربل الطباع، كله ينسى النقط. قول يا ابو مشعل، وش طلبك؟ وش طلبك؟ قول كم؟ شلي كم؟ لا حول، قل تم يا ابو مشعل، تم، ما هي بكم. قصدي قل تم. تم يا رجال، خلصنا، قول اللي عندك. حنا سلم الله غرب، ونبي نصير من رعاية جزيرة بيض الصعو. ما يصير، حاكم الجزيرة ما يرضى يجينا الغريب ويسكن عندنا. أفا يا شيخ غليس، طالبينها منك هذه على عقاله وقطناه وقهوتك، ما حنا بشربينها، وان ما قضيت حاجتنا بيقولون العرب الشيخ غليس ما به خير. بس ما يصير يا جماعة، ذي مسؤولية، ما يصير. أشوف صار مخامط يا أبو مشعل، هذا حواري أنا، ليش قلته؟ آسف آسف آسف، تكفى عيد يا أبو فلاح، عيد عيد. شعيد خربتنا. عيد وسعيد اصعدوا الجبل، نزل سعيد من بقى. أبك عيد. عيد وسعيد اصعدوا الجبل، نزل سعيد من بقى. عيد يا ولد. عيد وسعيد اصعدوا الجبل، نزل سعيد من بقى. جننتني. عيد. ولد. عيد وسعيد اصعدوا الجبل، نزل سعيد من بقى. خلاص خلاص بعيد، بس من وين؟ عيد عيد، من مال قطيت العقال وما شربت القهوة. وهي عيد عيد. يلا 1 2 3. أفا يا شيخ قليس، طالبينها منك هذه. ها
على عقال وقطناه وقهوتك ما حنا بشاربينها ابد، وان ما قضيت حاجاتنا بقولون العرب ان الشيخ غليس ما به خير. بس ما يصير يا جماعه، ذي مسؤوليه مسؤوليه، ما يصير يا رجال. شيخ جزيره بيض الصعو يحبك، سجلنا من قبيلتكم وشيخ الجزيره بيعطينا الجنسيه. بس هذا تزوير تزوير يا جماعة تزوير. والله عاد كيفك، أحسن لك الناس تقول عنك مزور ولا تبيهم يقولون ضيوفك ما شربوا قهوتك. وانت قلت لي تم، لا ترجع بكلامك يا قلاص. اغلص، ما هو بقلاص، لعن ابو ذا الوجه الدجة. اغلص، طيحت حظي وحظ قبيلتي. اشربوا قهوتكم بس اشربوها، تم طلبكم تم. عاش الشيخ اغلص المزور، عاش. كفو والله. ومن قال؟ وعلي علينا يا نبيل، عقب الكويت، عقب ذاك العين، قطونا بهالجزيرة الشلحة الملحة، لا وش مسمينها؟ بيض الصعو. إيه يوم قتادة، عمار يا كويت، الوحدة بدون ديرتها ما تسوى شيء. ولو متى بنقعد هني؟ ما احنا رادين ديرتنا؟ ما نرد ديرتنا يوم قتادة إلا إذا خليناهم يطردوننا من جزيرتهم. يا ضيلتي ضيلتاه، سم الله عليك ماما مال نبيل، انتي جيتي في جزيرة وخليتي مخ مال انت في كويت. يا مشعل، لازم نخرب جزيرتهم لين يقولون عوووو. هاو يا حافظ يا عقايل الله، الحين عقب ما ضفونا هلياوين وحطونا ببيوتهم تبينا نخرب جزيرتهم؟ اوه، ايش فيكم انتو، ما تبون تردون الكويت؟ شلون ما نبي؟ عيل سمعوا كلامي يا بنات. منو؟ فتشي الباب يا ام نبيل، جايب لكم خير. والله ما ظنتي من وراك خير اهو. بس اي هو هو، شظيم اللي جايبه وياك، شالخياش المشققه. خياش مشققه؟ بلات ما تدرين ايش فيهم هالخياش. ويه، ايش بيصير فيهم؟ وي يا بعد عمري يا ابو عيالي، هذه بيزات لا، وكل نوط بأمية ربية. ليش يسوي ربية؟ تومان مو احسن؟ وين فيروزو؟ فيروزو صمخ. هلا عم ابو نبيل، هلا هلا. لا هلا ولا مسهلي، ما تسمعني اطق الباب؟ ليش ما يتفتشيتي؟ والله يا ابو نبيل. ابو نبيل؟ ابو نبيل؟ قول عمي ابو نبيل، عم بعينك. اوهو، انا صد سويتوني خان بهالبيت، بس اذا ما عملتوني عدل والله لا اسوي ضراب. ضراب ها؟ بس 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 ضراب. بس عمي ابو نبيل ضراب ها؟ وعم عمي بعد. وين قاعد؟ عبالك بالكويت انت؟ عزاف عليك يا كويت، حسافة على حقوق الانسان الخوال بالذات، فلطلعنا وانا صرت خادم عند الفتن، فالله يرضى. والله قال ضراب، قال عم بعينك ورمت ايدي. فيروزو سويت الموصيك علي؟ كاول غدا على ضوب المطبخ هناك. اي غدا؟ اي غدا؟ اي غدا؟ بديت تخرب الجزيرة وتنشر الفساد ولا لا؟ لا والله عم ابو نبيل، كنت لاهي. اش تنطر يا حظي؟ باكر انا مخصصه كله حق الفساد خالي. يلا روح انت بالغدا اشوف. حاضر. انت ما تقول لي منين جبت هالفلوس هذه كلها؟ تصدقيني يا ام نابولي، التجار هني يبيعون ويشترون بكلمة. وي بكلمة؟ وش سويت؟ قصيت على واحد، قلت له عندي بضاعة ما صارت. خلف الله عليهم. وش سويت؟ قصيت على واحد، قلت له عندي بضاعة ما صارت، بتي بالطريج وبعتهم عليه مقدم. كفو على ريلي كفو. وش بتسوي بعدين؟ لا تخافين، يحلها ألف حلال يا أم نابولي، هديري أهلها وايد مساكين ووايد طيبين، ينقص عليهم بحجوي. أقول بو نبيل، ما شفت بو قتادة؟ لا والله يا أم قتادة، بس أنا خابر إن عنده جولة على المسايد. يا معشر جزيرة بيض الصعو، انتم مساكين مساكين. شفيك يا ابو قتادة، شفيك؟ لو تدرون ايش بيصير فيكم، كان قمتوا تلطمون مو بس تبجون. شو السالفة يا ابو قتادة، خرجنا انتم كلكم اللي قاعدين قدامي، راح 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 شنو؟ راح تشون النار. ليش يا ابو قتادة؟ شو مسوين احنا؟ عبالكم اسلامكم انا اسلام صجي؟ ها؟
لا يكون عبالكم كل من راح المسجد وصلى صار مسلم خلاص. يا ابو قتادة احنا نصلي ونزكي ونصوم ونتواصل ونساعد بعض. ما يكفي. ها عيل ايش تبينا نسوي؟ لازم تسوون جماعة اسلامية تجمع تبرعاتكم وتجند عيالكم وتحافظ على ثوابت الامة في جزيرة بيض الصعو. شلون؟ لازم تكون لنا كلمة الحاكم عشان نحط له حد وما يتمادى. بس هو ما سوانا شيء مو زين. انتوا مساكين ما تدرون الجزيرة فيها خير. انتوا ما تدرون عنه. شنو الخير اللي ما ندري عنه؟ البترول. شنو البترول هذا؟ انتوا بأي عالم عايشين؟ هذا البترول الذهب الأسود. شنو؟ ذهب أسود؟ ذهب أسود؟ يقول ذهب أسود بجزيرة بيض الصعو؟ اي نعم اي نعم يا أخوان ذهب أسود اسمه بترول وراح يخلي جزيرة بيض الصعو أحلى جزيرة بالعالم. وإحنا وين عنه؟ انت بسبع نومة يا روح أمك. الحاكم بتاكو عايز ياخد كل حاجة ويسيبكو تشربوا من مية البحر. ما ينفع كده مرة. الفلوس هذه حقتكم انتم مش حقت حاكم الجزيرة مرة. وانت ويا غافلين لكم الله. لا ومش بس كده ده الحاكم بتاعكو بيتعامل مع دول الكفار والسفرة حقتهم قاعدين بيننا وبياكلوا أكلنا وبيسرقوا البترول حقنا. ينفع كده مرة؟ انزين شو يسوي؟ شنو الحل؟ وانتو ما في غيركم يسأل؟ والله شنو الحل؟ الإسلام. الإسلام هو الحل. واحنا مو مسلمين يا أبو قتادة. هاي هاي يقولوا مو مسلمين يا ابو عمارة. هو انت فكر الاسلام صوم وصلاة وزكاة وحج وخلاص؟ ايه هذا الاسلام اللي نعرفه. والجهاد يا ابني الجهاد. هو في اسلام بدون جهاد؟ ينفع كده مرة؟ الجهاد؟ ايه والجهاد ماكو اسلام بدون جهاد. اخ 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 لو تدرون عن اخوانكم المسلمين اللي يذبحونهم في كل مكان. وانتوا قاعدين هني تاكلون وتشربون وتنامون. بس انا ما فيني شدة حارب وراي بيت وعيال اكد عليهم. انا اقول نبدي بالتبرعات حق اخواننا المسلمين. نسوي جمعية خيرية توصل مساعدات حق اخواننا المجاهدين في كل مكان. ونسوي لنا جمعية ثانية علشان ندافع عن ثوابت الامة ونحمي عيالنا من العادات الغريبة. اللي عايز يتبرع يجي عندي. ايه ده يا روح مامي دي نص ربايه ده حتى ما تجيبش حتى التيراميسو صغيره قد كده. اتبرع عيد الياد انت. هاي تعال تبرع ولا تروح النار. بسم الله نفتتح جلسه اليوم. عندنا اخر استجواب حق هالحكومه لانه ما بقى فيها الا وزير واحد. شكرا اخ رئيس. وانا ودي اشكر اخواننا الحضور على تواجدهم معي. ما يصير ما يصير تصفقون. ترى اطردكم كلكم برا. اوه بكيفك. بس علشان صفقوني انت بتطردهم؟ انت محتار مني صح؟ محتار مني عقاله. وين ودي رجاء عن الهذره الزايده. ويلا ورنا استجوابك وعلشان عقبها تطرحون الثقه ونروح بيوتنا ونفتك. حفظنا حفظنا الاسطوانه. اول شيء احب اقول حق هالوزير شغله. اقعد 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 اليوم ضمير الامة يحاسبك. اقعد هو اقعد الاخ رئيس. ايش في ايش في هذا؟ كنت ما تعرف تستجوب الا بصراخ. شنو اللي يقعد يقعد؟ اقعد اقعد اقعد. احنا وين قاعدين؟ بسوق الحراي. هذا استجواب. ما تبي نصرخ؟ ايش تبي نسوي؟ عندك ناي؟ اسمع شو اسوي؟ اكسر جوز يا اخي. قول اللي عندك في العدال بدون صراخ ولا لجه. انزين يا سعادة الرئيس عيل اسمح لي اعرض هالصور. شوف يا سعادة الوزير هذه صور حق موظف كان يشتغل في الوزارة ايام ما قبل النفط. كان رايح سوق المباركية وبايق له برتقالة. تدري شنو بايق له برتقالة؟ وحاطب مخباته وتقاعد هنا يا وزير مثل الأطرش في السفة ولا سوي لجنة تحقيق عشان تحاسب موظفك الحرامي. عقالة وين وديه؟ الأخ الرئيس أنا شكو فيه إذا راح السوق وباق برتقالة. ماني ولي أمره أنا. وبعدين هذه مو على أيامي. هذه سالفة قديمة قديمة حيل. اقعد اقعد اليوم ضمير لما يحاسبك. اقعد شيكم شيكم ما عجب كلامي؟ كمل استجوابك ما عليك من الجمهور. أخي الرئيس أنا مستغرب. شوف أي شو يستغرب وأيك مستغرب. الجمهور ما عجبهم صراخي بس يبون البوقت هذا بالميل. الناس لا عاد تجبودها من الصراخ. يبون يضحكون يبون يستانسون بس بس. زين زين سمعوا النكتة. في مرة نائب فاسد راح يشتري أصوات. قالوا له ليش؟ قال أبي أسوي شركة إنتاج وأدعم المواهب الجديدة. كا 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 أنا هذا بس تجوبة. زين 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 سمعوا هذه. مرة نائب إصلاحي شاف جمهور فاسد شان أطردهم برا المجلس. يلا يلا طلع برا طلع برا طلع برا. أنا بس هجوبني.
هاي أبو النبيل، متى إن شاء الله البضاعة توصل؟ هالأيام والله يا أبو مجرن، بس أقول لك شيء وما تزعل. لاش دعوة يبا، قول، أنت ما ينزعل منك. شوف سلمك الله، الملا سالمين. ها، وش فيه؟ إيش فيك يا أبو نبيل ما تحكى؟ يا ربي سامحني. يا يبا إيش فيك قول احج. يا حيل الله، أقول وأمري لله. شوف يا أبو مجرم، الملا سالمين بيسوي له جماعة إسلامية ويبون يحاولون يتحكمون بموارد الدولة ويسيطرون على مسايد الديرة. الملا سالمين؟ من صدقك يا أبو نبيل؟ إي والله يا أبو مجرم، أنا ما صدقت لين شفت بعيني. يلا يا أبو نبيل يلا قوم وياي، قوم قوم. وين بتروح؟ بروح حق حاكم الجزيرة بقول له يوقف الملا سالمين عند حده. اقعد زين الله يهدعك. خلنا روح يا أبو نبيل. يا اسمع الشور مني واقعد. قول يا أبو نبيل قول. انت شتبي بالحاكم؟ شلون شبي فيه؟ حاكمنا وعزوتنا هذا. شوف الحين الملا سالمين ميمع المطاوعة وبيوقفون بوين الحاكم. الحاكم الحين ضعيف، لازم ما نقويه. وليش؟ يا أبو مجرن شوف روحك انت، انت شناقصك؟ رجال سنع حمولة طيبة، انت مؤسسين جزيرة بيض الصعوب، مو هلفوا اللي يوكم تالي. اي والله ذبحونا هلفوا. لا ورجال تاجر، قامت الجزيرة على ثروتك. وبعدين الحاكم شنو؟ لو ما الضرايب اللي ياخذها منك كان ما صار حاكم. عدل 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 كلامك عدل. شوف انت لازم تحكم الجزيرة بدالي. اشيل الحاكم؟ يعني انقلاب؟ لا 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 يبا لا لا، انت نيت تبيهم ياخذون حلالي كله؟ ما قلنا انقلاب، بس يبيلها ذكاء شوي. وشلون؟ لحظة انا مو عامل حسابي، خل اقربها براسي. اوكي قربتها، نسوي لك حزب نسميه حزب الحرية. شن هو؟ حزب الحرية؟ إيه حزب الحرية، انت لازم تدعم الحريات والليبرالية وتطالب مجلس تشريعي ينظم أمور البلد. الله شحقه شحقه شحقه، عشان تصير انت رئيس المجلس والآمر النايف بيض الصعو. ها؟ وتنمي تجارتك وتوصل تجارتك للهند والسند وتخلي الحاكم ما يسوي شيء إلا عقب ما يشاورك، وكله باسم حزب الحرية. والله إنك داهية يا أبو نبي. يا بنات سمعوني زين، ليه متى وانتو ريايلكم دايسين ببطونكم؟ ما يصير، حتى الإسلام ما يرضى بالحكي. يا ضيلتي ضيلتاه، احنا لازم نسوي جمعية هريمية. هو 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 جمعية؟ الشولة الشولة حق حقوقك انتي واختك وامك وبنتك وتقولي الشولة؟ اول شيء انتو ما ملتش من الطباخ والنفاخ؟ لا فوق هذا ايش دعوة الوحدة فيكم تسمع كلمة ونس؟ ما خذيتوا من ريايلكم الا الصراخ والتحلطم. يا ضيلتي ضيلتاه، وبعدين تجيبونه مرة جديدة ويسوون شركة. شريكة يا مشعل، شريكة مو شركة يا مشعل. بعد فشلة بعد باخت يا هريمات وخلي فشيلة. يعني ايش بتسوي لنا هالجمعية؟ اول شيء لازم المرة ما تدش المطبخ ولا تخم الحوش، ويحطون حق كل وحدة صبي وخادمة وطباخ عشان ما تتعب روحها. ويهتونا قدو حق كل مرة داخل هوش، ولازم الريان مال هو يغير راس مال قدو حقت مرة، ولازم المرة تقط العبات وتلبس من جوب. لمتى هالتخلف؟ ولازم الريال يعطي مرته معاشه كله وهي تصرف عليه وعلى البيت. والله حكيكم حلو يا بنياتي. انا بروح البيت وبوقف حق ريلي واقول لماني داش المطبخ عقب اليوم. عاشوا بنات بيض الصعو، الف صلاه والسلام والصلوات والسلامات عليك يا حبيب الله محمد. لا مالت على بنات بيض الصعو ولا على حريمها ولا على عييزها ولا على حلوات اللبن. سامع يقول امين. سويناك حلو تهبل. ما قصرت يا أبو قتادة، أنا ما أطلع من يزاك، بس قول لي كم وصلت تبرعاتنا؟ والله ما أدري، المحاسبة عند أبو عمارة. في إيه يا جماعة؟ ما تسيبون من دعنا بايكم ترمسوا. وين لقيت ترميسوا في بيض الصعو؟ ده صنع يدي وحياة عناية يا أبو قتادة. أنت بسوي إيه؟ أهو عطني
والله ناطق، شلون سويته؟ أبص بقى، أنا جبت قرص عائلي من السوق وغمسته في القهوة بتاعت الدلة، وبعدين جبت قشطة الإيمر بتاعتهم دي، وبقى عندي تيراميسو. الله يلوع جبدك عم بعينك. لا مؤاخذة، دي سعبولتي. والله يا أبو عمارة، هذه صارت حصيدة مدامغة مو تيراميسو. لا 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 لا، ما تزعلنيش منك يا أبو قتادة. لحسن دلوقتي أقول لحيتك دي عاملة زي شعر بشار الشرطي في ستار أكاديمي بس بالمقلوب، عاملها سبايك مان. انت ما حد يتغشمر وياك، علمني الحين كم يم معنا. ثانية واحدة، احنا بالصلاة على النبي عملنا 17874 ربية وثلاث انات ساغ وبيزة تعريفة. ما شاء الله تبارك الله. ندعي لهم بالصلاة وخلاص. حق اخواننا المجاهدين دول مش حياة. زين شلون؟ هالميانين اللي جاهدون كفوا كل الفلوس؟ ندعي لهم بالصلاة وخلاص. والناس اللي تبرعوا دول مش حياة. عرفوا. انت بتعرف حد من بيت الصعوة هنا بيروح تورابورا؟ لا. يبقى نقول احنا بعتناها لتورابورا ونعمل خطابات شكر. ولا من شاف ولا من ديري. ملا ملا ماتب الخير والعز انت فيه الحين. ها؟ لا لا انبلا انبلا، انت فصل وانا البس يا شيخ بقتادة. الحين لازم نسوي مؤامرة عشان نخلع الحاكم ونعلن دولة الخلافة الاسلامية في بيت الصعوة. شلون؟ اغتيالات عشان يعم الخوف. بعدين في خطبة صلاة الجمعة لازم تسب الحاكم وتقول انه كافر. يا فيروزو. هلا عمي مشعل. يا ولد ماكو بنات. ويش نبي بالبنات، اش زين نصبيان، اش كثرنا نترس عين اللي ما تنترس عينه الا بالتراب. راح انت وجهك، راح اقمك يلا راح. يا عمامي الصغار لا تهاوشون، تابون بنات ايب لكم، تعبون مشروب هم ايب لكم. بس مو كنا حرام فيروزون؟ يعني هالقعدة اللي احنا فيها حلال؟ انا اخاف من الحرام فيروزون. وي عاد لا تصير غلفج. يا عمامي الصغار لا تنسون احنا ليش جايين هني، احنا مهمتنا ننشر الفساد. خالي ننشر الفساد؟ شلون يعني؟ يعني نشتري اصوات؟ يا ولد شكد انا بياع خالص. لا يا عمامي الصغار، الفساد السياسي خلوه حق عمامي الكبار، احنا نبي نبث الفساد الاخلاقي. يعني شلون؟ ما فهمت. شوفوا، نبي ننشر شرب الخمر، هذه عليك عمي قتادة. اوكي اخذ من اللي عند عمي ابو نبيل واوزع. نبي نعلمهم على بنات الليل والجنس الثالث. هذه خلوها علي انا، وعلى قولة القايل عط الخباز خبزة لو أكل نصه يم يم. ونبي نعلمهم يكتبون على الطبخ. بسيطة خلي علي أنا. كفو عمامي لقد قلت دي إلى العمل. إيه يا أبو نبيل، الديرة تغيرت. شلون؟ عيالنا عيالنا قاموا والله هم يا كافي يسكرون، حرمنا حرمنا ما قاموا يطبخون ببيوتهم، المسايد صاير فيها تجمع. شو اللي صاير بالديرة؟ والسؤال الأهم، ايش بيصير بفلوسك؟ ها اي والله فلوسي قمت اخاف عليها. عشان كذي لازم نأسس حزب الحرية. عبالك انا ناطرك، انا عندي اجتماع الليلة بدوانيتي عشان نأسس الحزب. كيف والله؟ شوف 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 شوف، هذه الأشكال اللي ترصت الديرة. اي والله يعطون روسهم بروسكم انتو اللي أسستوا بيض الصعو؟ لفوا يا ابو نبيل لفوا، بس الشرها مو عليهم. آه الشرها على الحاكم اللي قام يجنس من هب ودب. يا جماعة مثل ما انتو شايفين وضع جزيرة بيض الصعو ترى ما يبشر بالخير. اي والله يا ابو مجرم قمنا نخاف على حلالنا، وحاكم الجزيره قاعد يتطمش ولا يسوي شيء. انا اقول ناخذ حلالنا ونهاجر ونلقى لنا ديره ثانيه، واللي يصير يصير ببيض الصعو. احنا ابدا ما علينا حلالنا، والحاكم اذا ما راح يحمي تجارتنا نخلي له جزيره يشبع فيها. اشهد انك غشيم يا ابو زيد، والله انك غشيم. ضعف الحاكم فرصه لنا ان احنا نسيطر عليه. شلون يا ابو مجرن؟ لازم نطالب بمجلس تشريعي منتخب نفرض عليه قراراتنا وناسس حزب ونسميه حزب الحريه. احنا ويهنا ويا احزاب. وشنو مبادئ الحزب هذا؟ من اسمه حريه التعبير والعداله، وان الناس كلها سواسيه وما حد احسن من احد.
من صدقك يا ابو مجرين؟ يعني تبيني انا والهيلق اللي يونا تالي نصير سواسية؟ ها يخسون الشاب بو زيد ولد الاصل والفصل وذيك ولد بطنها حق هلفوا. لا يبا لا لا لا، هذه بس شعارات نقص فيها على الناس الله يهداك. المهم نسوي مجلس ونسيطر عليه. وشلون نفوز بالمجلس؟ اللفو ذيلا ما يحبونا وما راح يصوتون لنا. لا يبا، من قال لك ذيلا بنخليهم يصوتون؟ ها من قال؟ احنا اللي بنصوت بس، هذيلا جنسيتهم نعتبرها درجة ثانية مو مثلنا اولى. والله خوش راي يا ابو مجرين. شورك وهداية الله. نروح حق الحاكم الحين ونهدده ونسوي مظاهرات بعد لين نخليه يرضخ ويسوي لنا مجلس تشريعي. وإن ما رضى نسوي مهرجانات خطابية. والله ونجحت خطته. يا أهل جزيرة بيض الصعو، اسمعوا وعوا، قرر معالي حاكم الجزيرة واستجابته للمتغيرات ومطالب أهالي الجزيرة وإسهاما في تعزيز المشاركة الشعبية بأن تقام أول انتخابات تشريعية في الجزيرة. كفو يا أبو نبولي، سويتهي، وذلك لتشكيل مجلس تشريعي يدير دفة الأمور في البلاد. الله يعني بدأوا بالفلوس يا أبو نبيل. وستقام الانتخابات في الأسبوع القادم حاكم الجزيرة. أفا، وأنا ماني من أهل الجزيرة، ما دفعنا عنها بالحروب، ليش ما صوت؟ لا تحك راسك براس العمام يا غليص، اعرف قدرك. أنا أعرف قدري وبعلمك قدرك. أوريك يا الهمج. أنا أخو ناقشة يا اللفو. ولك ولو يا نحيس يا لناني، أنت ما يهمك إلا فلوسك ولا أهل الجزيرة ما يهمونك. وخر يا الهيلقي وخر. أنا هيلقي أقول لك وخر. إحلالك أقول هالمروح المكمل. انحش انحش ابو نبيل، انحش انحش يا ولد. تعال تعال هنا خنخش تعال. واحنا اسلنا بالطلايب، خلهم يتكافخون. اي والله حط حيلهم بينهم. بس اف قطيعه دانس اوف معركه تراكس، يلا انت ويا دي جي نبولي هيت ات. بابال امريكانو هنا بالصليب. ايوه بالصليب كده. تحب اديك افا ولا تحب صباح في العين؟ يلا يا بنات هلموا بنا هجوم. يلا يلا تكي تكي هاي تكي يا عادتك يا عادتك يا ضيلتي ضيلتا. يلا يا بنات عليهم. ايه الله يديرتنا كذي يصير فيه. حاصرنا كذي الا يوم خلينا الغرب يدشون بيننا. يا حرس انفوا بقتادة ابو نبيل وربعهم، خلي يردون ديرتهم. يلا والله ماكو شيء الواحد يطالعه. اي والله الكويت غير بدون بوقتادة وابو نبيل. بو يقول خلاص ما راح يردون يمه. مشاهدينا الكرام،
جاءنا الخبر التالي: أكدت مصادر موثوقة لمراسلنا أن سفينة شراعية قديمة تقل بقتادة وبنبيل وزملائهم في طريقها إلى الكويت، وإن الجهات المختصة قد سمحت لهم بدخول المياه الإقليمية الكويتية، وسوف تصل سفينتهم إلى ميناء الكويت في أي لحظة الآن. وقد تجمعت أعداد هائلة من المواطنين والمقيمين في ميناء الكويت ترقبا لوصولهم في استقبال رسمي كبير. هيا مقتادة رد، ونبيل رد، فيروزا رد، خالي هيا. دو عيب، احنا فيلم وجدنا من الناس. من الوناسة يا ولادي، من الوناسة. انا رديت لعيونك، انا رديت ولك، حنيت مثل ما يحن حمام البيت. أنا رديت لعيونك، أنا رديت ولتحنيت. ما شاء الله سفينة شكبرها، مش عرضها هذه اللي نازلين منها الجماعة. حلو حلو، احنا كلنا بالكويت نستقبل الجماعة هذا ويانا. أول ما أشوف بقتادة، حياك الله بقتادة. والآن أعزائي المشاهدين معانا بقتادة. بقتادة الحمد لله على السلامة. هلا هلا أبو عبد الله، شلونك؟ اي أنت اللي شلونك؟ والله أنا زين يعني، مستانس وانا اشوف كل هالحب من اخواني الكويتيين. والله اني ما الومك ما الومك يا بقتادة. فيلمكم هذا كوميدي ولا تراجيدي؟ كل من يبكي اشوفه. ما علي. نكمل. وهذا ابو نبيل احبائي. ابو نبيل الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا ابو عبد الله. اقول شنك قاط كم كيلو مسوي رجيم؟ اي والله ابو عمار يخلص الاكل والبقسم اللي بالمركب كله. ايه ما يخالف صحة عشان تقدر تلعب رياضة وتلبط تلبط تلبط. اوه هذا واحد هني قاعد يلبط. فيروز اوه الحمد لله على السلامة. هلا خالي. شنو شعورك وانت راجع الى ارض الوطن؟ قول. شوف اخو قلبي، ما حد عانى كثري، شافوني اسمر كان يخلوني خادمهم، اقول حق كل واحد فيهم عمي. والحين ما تقول عمي؟ لا خالي اقول خالي. ونرحب ايضا بام نبيلي، اهلا فيك في ديرتك الكويت. شيش. أخيرا رديت الكويت ولهت على كوافيرتي. أفا بس ولهت على الديرة ولهت على الكوافيرتي. يلا بس توكل على الله. ومشعل يلا حية. والله مرحبا بك، يلا انك تحيي ابو عبد الله. وشلونك؟ خش بشر طيح القروض ولا لا؟ لا والله انا ونادي ليه احنا ناطرين. زادوا الرواتب 20 دينار. ام حق قلت لك طلع الجنسيه القطريه بس ما طعتني. اقول على شحب، اقول اتلف الف. ايوه ومش عال اهوال الشموم تي خبره عم رجنا 190 مخدات يا بابا. مال عبد الله ناديه وين؟ روحي ناديها. ناديه بالاستوديو تقدم تو الليل، ما يصير اثنين نطلع، منو يقدم بعدين؟ ام عزيز هبيبتي يا ضيلتي ضيلته، باه 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 خيلي لفريجون هقت هنا، باه 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 خيلي خيلي. هلا هلا مشان خدا خالقات بكوني بقامر الناس. خدا حافظ بابا مال عبد الله. خدا حافظ ماما ام مشعل. اوه هذا ابو عماره، تعال هنا تعال. اهلا يا ابو عبد الله، انا عايز اسالك سؤال والنبي يعني. تفضل اسال يا اخوي اسال، احنا ورانا ايه؟ الربيات دي تيجي كم في الدينار؟ ربيه يعني 37 فلس ونص. يا سلام، وانا فرحان قوي. الله جتني خيبه على خيبتي. ام قتاده الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا ابو عبد الله. احنا ما سالناكم انتم وين رحتوا. والله رحنا جزيره داثره اسمها جزيره بيض الصعو. بيض الصعو هذا اللي نسمع فيه ولا نشوفه. قلت مش عايز حد يتحرك. يلا منك لو ورحمة مام اللي حيتحرك حفجر بيه. اقعدوا ترزعوا في كراسيكم كلكم، في حاجة لازم تسمعوها كلكم. ابو شحات ابو خليل دول ربع المساطيل، يا الربع حالكم ويانا كله يترزع في مكانه. اخلصات ابو شحات ابو خليل واركب الحنطور واتحنطر، اركب الحنطور واتحنطر ديرجن ديرجن. اس ماشي وقف الاوتوبيس ابو مصعب، تقدر تروح دلوقتي بالف سلامه. والله حققت حلمك وغنيت يا ابو عمارة،
الله يقريفك. أنا فرحان لك وايد وايد يا أبو عمارة. وأنا عايز ترمسو. الله ده كمان. الله يقرفك يا ابو عمار، احنا ناقصين. ينهار ملوش ملامح. بنا نجري ياد.